أهلا بكم. وعود السلطة وحسابات المعارضة هو عنوان حلقة اليوم. فقد دشن الرئيس الفائز عبد العزيز بوتفليقة عهدته الرابعة بأدائه اليمين الدستوري على كرسيه المتحرك وبصوته الخافت. الرئيس لم يتمم خطبته التي وزعت مسبقا على الحاضرين، لكن هل سيتم تنفيذ ما تضمنته من وعود على قلتها وتكرارها في كل يمين دستورية؟ دستور توافقي، العمل مع المعارضة والمزيد من الحريات الديمقراطية والمصالحة. في المقابل دعت حركة بركات اليوم المجلس الدستوري إلى تفعيل المادة 88 من الدستور بالنظر للوضع الصحي للرئيس. قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوفنا وتناغما أيضا مع وعود العهد الرابعة التي بدأ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بدعوة المعارضة حتى نيته في دعوة المعارضة لدستور توافقي وما بدا لهجة تصالحية وانفتاحية، سلال كذلك اليوم يبدأ رسميا يعود مرة أخرى إلى منصبه وزيرا أولا، وبخطاب أيضا فيه دعوة إلى التوافق وإلى لم الجميع أو لم الشمل. في وقت كان سلال في أثناء الحملة الانتخابية كان خطابه خطابا آخر يحارب الفليتوكس بالفليتوكس المعارضين الذين يريدون ربيعا عربيا. نتابع هذه اللقطات من كلمة سلال اليوم ثم نعود لنفتح النقاش. كلفني بمهمة وزير الأول، وحقيقة كذلك احنا سننطلق من هذا اللحظة بالضبط إلى التجسيد في الميدان. الشيء اللي تعب به آنذاك المترشح عبد العزيز بوتفليقة واليوم رئيس الجمهورية لتحقيق في الميدان بسرعة مع زملائي في الحكومة لتجسيد البرنامج الرئاسي، هذا تعهد وسنفعل ما نفعل في الميدان إن شاء الله لنكون في مستوى ثقة رئيس الجمهورية وثقة كذلك الجزائريات والجزائريين. العمل سيكون ميداني، سيكون بمشاركة الجميع بدون إقصاء مع كل جزائريات والجزائريين، وكذلك ويبدو لي هذه أولويات الأولويات، تحسين الوضع الاقتصادي، تسهيل الاستثمار لخلق الثروة ولخلق مناصب شغل لفائدة الشعب الجزائري. عبد الملك سلال الوزير الأول العائد لمنصبه اليوم رسميا. معنا في الاستوديو مصطفى حمودة الأكاديمي وجمال الدين بشنوف الإعلامي. مصطفى حمودة مرحبا بك، عدت من الجزائر، حضرت هذه الانتخابات، كنت هنا في الاستوديو، يعني صوتك عاليا وتقول بأنه أنك عكس كل الذين يرون بأن الانتخابات كانت محسومة لصالح بوتفليقة، كنت تعتقد دعمت بن فليس بأن فليس قادر على كسر هذا القدر، قدر العهدة الرابعة، ولكن في النهاية حدث ما حدث، وبالعكس يعني رهانك بين قوسين كان خاسرا، ومن شككوا في هذه الانتخابات ومدى انفتاحها رهانهم هو كان الرابح، فاز بوتفليقة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما دمنا نتكلم على الربح والخسر، خليني نبدا ونقول لك باللي الخاسر الاول هو الجزائر، الخاسر الثاني هي الديمقراطيه، والخاسر الثالث بدون ما يكون الثالث هو الشعب الجزائري. بنفليس لم ينهزم، انتصر التزوير كالعاده، واحنا كنا ندرك بهذا، لان عندما تجي الانتخابات تعلى قدره التزوير، مثل السارق كي تكون عندك طاقه ما فيهاش كما نقولوا احنا الشباك، يدخل لك على الطاقه، كي دير له الشباك يكسر الشباك، وكي دير له البارداج كما يقولوا باللغه الفرنسيه رغم انه المبارداج ما نيكزيست با دون لا لونغ فرونسيز، يجيب ترونسونوز ويدخل لك للدار. الشيء اللي حضر هي ان التزوير المره هذه عرف عبقريه لم يعرفها ابدا تاريخ الانتخابات في الجزائر. نرجع لك لانهزام بنفليس، ما دام انت ما زلنا في انهزام بنفليس،
يعني بدي نقنسي نقولها لك برك يعني الاخ جمال، انت دائما تاكد على بنفليس وعلى بنفليس وعلى بنفليس وعلى خسر بنفليس وعلى 6% بنفليس، يعني المره هذه 12% بالعكس. يعني لا، المقصود نتاعي انك يعني عندك شحنه ضد هذا الرجل، وكانه نقولها بالدارجه باش يضحك الجميل، وكانه خطبته في بنته وما عطاهالكش. اذا كان هذا القصد، اذا هذا هو القصد، واذا ما عطاهالكش يلا بينفي على كل حال. لا هو لا، هي الحقائق تقول ولا لا؟ لا يعني الحقائق تقول ان المنتصر الكبير في الانتخابات هذه نتاع 2014 واسمع لي هو بنفليس. علاش؟ لانه ربح قلوب الجزائريين، لانه كل الجزائريين اللي جاوا تعرفوا على بنفليس ومشاو معاه في الحمله هذه عرفوا من هو بنفليس علي الحقيقي اللي كانوا تقول عليه، خلينا نقولوا النظام ولا تقول عليه بعض من الناس غير ذلك. الشعب في الانتخابات هذه تعرف على بنفليس ومشى مع بنفليس وراح يتجند مع بنفليس، وراح بنفليس من هذه الخبره هذه يخلق معارضه حقيقيه، معارضه اللي ابدا ما عرفتها الجزائر منذ الاستقلال. ما هيش معارضه جاج تريشيتي هذو تجيب 4 ولا 5 احزاب وتحطهم في البيترينه يزغرطوا لك ويغنيوا لك كيما بغيت. ستكون معارضه حقيقيه مكونه من اطارات اللي يامنوا بالديمقراطية الحقيقية ومتجندة لبنفليس، وهذا واش ربح بنفليس. طيب يعني هو أكثر من قلوب الجزائريين ما كان ذلك. طيب جمال الدين بشنوف، أنت كذلك ربما ستوصف معي، لأنك أنت أيضا كنت يعني خطابك ترى بأنه سؤالك حتى كإعلامي تتساءل أنه إذا ما كانت فعلا سيد بنفليس كان قادرا على كسر تلك الانتخابات التي كانت تبدو محسومة. طبعا جمال الدين سي مصطفى حمودة كان رأيه مخالف، ولكن هو يقول الآن بأن السيد بنفليس هو الفائز الأكبر، ما رأيك؟ أولا أنا يعجبني الحال نشوف خويا مصطفى اليوم مهدن، احنا في بيتنا نعرفوه بكري ترشاق كما نقولوا احنا ظلامات، تقدم لي هكا يشعل اللي يشوف فيه اليوم ذهب العقل غير كمل كيما ان شاء الله غير كمل. ما هو شعل فيه انا، هو شعل فيك تا ولات فيها شعل فيه على اساس انه هو عندما تطرح سؤال موضوعي تصبح الان محل مزيان. انت كنت مع عاقل سينو كان يطلع النيفو. فيما يخص سي علي بنفليس في الحق هنا بعد في هذا معاك انت في هذا البلاطو هذا، كنت قلت انا سي بنفليس في راهو في ملتقى الطرق في الحاله اللي راهو فيها، والشعبيه هذه اللي يتمكن بها لو كان يجبد روحه درك من الانتخابات راح يفتح مجال ويفتح افاق عظيمه، ولا ربما هو يولي الرجل الاول السياسي في البلاد حقيقه. واذا يمشي في هذا الانتخابات هذه ويخير ما بين طموحه وما بين الشعب، يخير طموحه ولو هو حاب يخدم الوطن سيخسر. خاطرك شي انا قلت في هذا البلاطو ما عندوش حظ سير 1 مليون باش يخرج، على بالنا باللي بوتفليقه كان خارج ما فيها حتى شك. وانا نتعجب كيف واحد كيما سي علي بنفليس اللي كان شاف دي غوفرنمون مينيستر دو لا جوستيس سكرتير جينيرال دي فلان ما عرفش باللي ما فيها حتى شك باللي راح يخرجوا بوتفليقه. ولكن عندما تطرح هذا السؤال مصطفى حموده وربما صار سيد علي فليس يغضبون مثل ما غضب مصطفى حموده، يعني هذا السؤال مطروح ليس سؤالي انا. نعم. اليس كذلك؟ اذا انا بغيت ندخل باش نجاوب الاخ جمال الذي اقدره واحترمه كل التقدير. بنفليس الناس كانت تقول اذا يجبد روحه بنفليس فهو ينحي الشرعيه لهذه الانتخابات. انا نقول العكس. علاش العكس؟ لانه ترشح بنفليس خلى المزورين يزوروا وهذه تنحدينها بالشرعيه، لانه كل الجزائريين يعرفوا باللي الانتخابات مزوره. في حال نتصور انه بنفليس ما ترشحش واش يبقى؟ مع احتراماتي على كل حال البعض من المترشحين مش كلهم تعود الانتخابات. طيب ما تحتاج الى تزوير. يعني بنفليس قدم خدمه تاريخيه للجزائر. نعم هناك عندك كذا. نعم معاجي بنفليس راه ماشي انت التزوير تبدا، بدون بنفليس ما تزورش لانها تخرج اوتوماتيكيه. يا هو صح يا سيدي، هذا النظام هذا ما عندوش الشرعيه، واش يتغير؟
النظام هذا من الاول على باله باللي ماهوش شرعي وما عنده الشرعيه وراح يزور ودخل بنفليس ولا ما دخلش بنفليس واكثر من هذا الشيء. هذا باش نرجعوا للزواج كما تقول انت الزواج واحد يحب يدي بنت واحد. هذا النظام هذا الشيء اللي راهو يدير فيه درك والشيء اللي راهو يوجد فيه درك منا وجاي اكثر من الشيء اللي داروا. صارت له كيما هذاك الانسان العجوز اللي حاب يدي بنت صغيره ويبدا يرضي في خواتاتها وفي خاوتها وباباها وامها بالكادوات والحطه وكذا باش ومن بعد يرضيها هي بالشيء اللي عنده باش يلحق الشيء اللي باغيه. حتى اذا خرجت من السؤال، النظام هذا مش شرعي وموش عارق في الشرعيه وشي اللي راهو يوجد فيه راح يدير لكم دستور يخدموا سير مزير. انا راه على هو يوكل في الناس كل نقبل المعارضه ومرحبا بالناس كل وننفتح. هو الشيء اللي مازال له يحقه زوج حوايج. اولا انه يعدل الدستور باش الرئيس الجمهوريه هو اللي يعين نائب الرئيس، مش فيها انتخابات. يعني انت هذا اليوم اللي امس في خطاب بوتفليقه حتى وإن لم يكمله أنه يدعو المعارضة إلى 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 المشاركة في هذا الدستور التوافقي. خطاب اليوم سلال أيضا خطاب فيه التوافقي يعني مع الجميع ودون إقصاء. هل يعني تشكك في جدية هذا الانفتاح؟ نشكك تماما. أولا ما كانش معارضة، ما كانش سي اون اوبوزيسيون فيرتوييل، سي اوبوزيسيون تاع حزاب اللي تاكل في لا مونجوار تاع النظام ولا شخصيات سياسيه بين قوسين حاولوا يتحركوا ولكن في الميدان ما كانش معارضه، ما كانش بشته حتى اذا موجوده يعني في طبعا تنسيقيه الانتقال الديمقراطي وسيد بنفليس معاه ايضا قطب التغيير واحزاب. انا نقول هذا مبادرات مازال ما تبلورتش وباش تتبلور ما تكونش الحاله سهله. طيب ينضم الينا الان عبر الهاتف من الجزائر عبد الوكيل بلام عضو حركه بركات. سيد عبد الوكيل بلام، في خطاب في 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 مقابل ما بدا انفتاحا من بوتفليقه مع يعني تدشين رسميا عهدته الرابعه بادائه القسم، اليوم بركات تدعو الى تفعيل ماده 88 من الدستور، وحتى وفد من بركات انتقل المجلس الدستوري. ولو وضعتنا في صوره هذا المسعى من بركات وما مدى يعني واقعيته مع ما يبدو الامور يعني مفصول فيها، يعني هذا المطلب رفع من قبل حتى. السلام عليكم سيدي وسلامي ايضا الى ضيفيك. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقه حركه بركات هي تقف اليوم وتتحرك حركتها اليوم انما ان تبلغ من خلال هذا مجموعه جمله من الرسائل. اولها ان حركه بركات لا تزال هنا. راهن بعض مناوئون بعض خصوما على اننا حركه ظرفيه واننا حركه كنا وليده اللحظه واننا سنزول ونتلاشى ونضمحل بمجرد موعد الانتخابات. اردنا ان نقول اننا ما زلنا هنا واننا ما زلنا على عهدنا في السعي للضغط معنا وما وسعنا الجهد ذلك في التغيير هذا النظام تغييرا سلميا. الرساله الثانيه هي ان اردنا ابلاغها اننا نؤكد ان حدث 17 ابريل لا يعتبر حدث واننا ما زلنا نصر على الطلب من المجلس الدستوري ان يفعل 82 المتعلقه بصحه الرئيس المتهالك الذي لم يقوى حتى على قراءه خطاب اليوم. فضحته الخبر حينما نشرت الخطاب الذي كان مزمعا القاؤه وقراءته كاملا، تبين ان الرجل لم يقوى حتى على قراءه 15% منه. هذا مجمل ما اردنا ان نبلغه اليوم من خلال حركتنا. اما ممكن حركه بركات الى ورود هذه السلطه خاصة ما تضمنه الخطاب الذي لم يقرأ من الحقيقة السوري التوافقي. توافقي مع من؟
اولا مع هذه المعارضه التي اثبت تعامل النظام معها انه لا يعيرها اي اهتمام منذ حكم هذا الرئيس. تدل على ذلك التقرير التي جمع اليها مجموعه من اللجان منها تقرير اصلاح المنظومه التربويه الذي اشارك فيه بعض اصوات المعارضه ومع ذلك كان مآله الادراج، تقرير الدوله المصليح ايضا الذي مآله الان ادراج وغبار رئاسه الجمهوريه، اصلاحات الطرح وجولات الحوار التي بين قوسين استهزأ فيها بكل رموز المعارضه حينما استقبل ودعاهم الى تناول القهوه في رئاسه الجمهوريه. كل هذه تدل على ان الدعوه الى الحديث عن الدستور التوافقي والحديث عن الاصلاحات انما هو ضرب من الاستهزاء والسخريه والربح للوقت من طرف هذا النظام. طيب. لا اكثر ولا اقل سيدي. يعني ولكن في المقابل عندما يعني هذه النظره ايضا العدميه ان صح التعبير والتشكيكيه في المعارضه من حركه وان كانت ليست حركه سياسيه، هي حركه مواطنه في المعارضه، هل هذا في صالح تقويه صف المعارضه؟ بالعكس نحن نتحدث لسنا عدميين، وانا لا اشاطر ضيفك حينما نتحدث عن معارضه افتراضيه عن اون اوبوزيسيون فيرتشوال، بالعكس نحن نعتبر ان ما افرضته ساحه بعد ما سموه برئاسيات شيء ايجابي، تنسيقيه احزاب الانتقال الديمقراطي شيء ايجابي يضيف اضافه نعتبرها ايجابيه وهامه الى حقل المعارضه الفاعله. تالف قطب التغيير بزعامه السيد بن فليت نحن نكن له كل الاحترام ايضا شيء ايجابي، نتمنى ان تتكاتف وان تتكتل كل الاصوات الداعيه الى معارضه هذا النظام والضغط عليه من اجل ان يتنازل شيئا فشيئا وتدريجيا لمصلحتهم طبعا، مثل مصلحه المعارضه من الامر معارضه وطنيه كل مساعيها تصب في خير هذا الوطن وخير مستقبل اجله. ما نحن لسنا عدميين ولسنا سلبيين، بل بالعكس نحن نضم جهودنا كل من ثبت كل مساعيه او جلها في خير هذا الوطن وديمقراطيته والسعي الافتكاكي، مزيد من الحريات ومزيد من الحقوق ايضا. هذا النظام يا سيدي في الوقت الذي يتحدث فيه عن الانفتاح على المعارضه وعن التوافق في تسيير المرحله المقبله، الامس فاجاتنا الجرائد بتوقيف عامل كليه في بسكره لمجرد لشيء لمجرد انه كان مدير حمله بسكره في بسكره. الان بالعكس هذا خبر كان بالنسبه لي انا خطيرا، يدل على ان مسلسل الانتقام من كل رموز المعارضه قد بدا وان ماكينه الانتقام من كل معارضهم قد بدا. حدث هذا في انتخابات 2004 حينما تحركت ماكينه الانتقام البوتفليقيه من كل الذين قد ساندوا بنفس المحل القادم من تجار فارسلوا اليهم الضرائب لتعيد هيكل ضرائبهم وتخرج لهم مبالغ ضخمه، من كل الذين عوقبوا على مستوى اماكن عملهم وكل الذين قد عوقبوا على مستوى الترقيات وعلى كل المستويات. فنحن بالعكس نعتبرها حركه ايجابيه تكتلات المعارضه، ما دل على ذلك مقاطعتهم لاول مره في تاريخ الجزائر المستقله هذا الكم الهائل والمهم وعلى مستوى عال من شخصيات من الاحزاب لمراسيم اداء اليمين، مما افقد هذا المراسيم هذا الحفل شيئا من المصداقيه، حتى انهم اضطروا لايقاع بالعسكر، اتوا بالعسكري ليملأوا قاعة قصر المؤتمر لانهم لم يتمكنوا من ملئها. شكرا جزيلا لك عبد الوكيل بلام عضو تنسيقية حركة بركات. مصطفى حموده، كنت تستمع الى ما اشار اليه ما نقلته الصحف من ما بدا يعني بين قوسين انتقام من مثلا الذين وقفوا مع سيد علي بن فليس وهذا العميد كلية في بسكرة.
في مقابل يعني خطاب توافقي بدأ توافقي بين قوسين مع خطاب الرئيس بوتفليقة أمس وخطاب سلة اليوم انفتاح على المعارضة ودون إقصاء وللجميع. الشيء اللي قالوا سلة أنا ما سمعتوش، وإذا كان فشيء بشر بخير اللي لم الشمل وتجيب كل الإطارات، خطر ماكش كان وزير في وقت الحملة وما نذكرش اسمه لأنه سبنا قبل وما نتكلمش على سلال، اللي قال الناس هذه اللي خرجت لنا ضد ورا 17 افريل نتفاهموا معاه. هذا وزير كان قايم بالحمله نتاع عبد العزيز بوتفليقه. فلذلك اليوم كي نسمع الوزير الاول يقول هذا يعني عارض عضو من الحكومه نتاعو، فهذا يبشر بخير. الشيء اللي نطلبوه يعني ان شاء الله وما يتعاودش يتكرر لانه ورقه سوداء في تاريخ الجزائر، هو 2004 عندما ما نقولش انهزم، عندما سرق مرة الأولى علي بن فليس وزور ضده، كل الإطارات اللي مشات مع الأستاذ علي بن فليس رأت الأخضر هو الأزرق هو الأصفر واللي طيب واليابس. فلذلك كان انتقام باهظ من إطارات الجزائر اللي كانت مستعدة باش تبني الجزائر، تهمشت وأرميت ورميت في الواد. ملا الشيء اللي يقولوا الأستاذ ولا الأخ ولا السيد عبد الملك سلال شيء يخرج من اسمه من النطاق اللي كان يتكلموا فيه الوزراء. يرقدوا فيكم يرقدوا فينا إن شاء الله ما نرقدوش، لأنه التغيير آتي. هم ما بقت لهم إلا ورقة، هذا الورقة يعني لم الشمل، لأنه التغيير والله يعني طرح عليك سؤال للأخ جمال وشيء يعني منين راح يجي التغيير في الجزائر؟ جربنا كل الوسائل. 62 بالحكمه جي بي ار قال لك يا ولدي 7 سنين بركات خليهم يديروا واش. الانقلاب العسكري خلانا في نقطه لاكاز ديبار. 88 ماتوا ولادنا في باب الواد تبعثوا روح وبقينا في نفس 91 ماتوا 250 ألف جزائري من كلا الطرفين اللي خاوتنا وبنائنا وبقينا في نفس المكان. جات الانتخابات 99/4/9/14 وما زلنا خلينا نكمل وما زلنا في نفس المكان. شعب سرق منه انتصاره في 62 وسرق اليوم. واش بقى ماذا نديروا؟ نحكموا شوك ونبكي ونقولوا يا ربي عاوننا. فلذلك نرجع للنشيد الوطني اللي اعتبره من اروع الاناشيد في العالم. كل بيت كل كلام كل كلمه فهو ايه في النضال والحكمه. ويقول لم يكن يصغى لنا لما نطقنا. ها هو اش صاير للشعب الجزائري اليوم؟ لم يصغى له. راه وانسان راه كي تحقروا مازال ما كملتش جمال خليني نكمل. كي تحقروا وما تسمعلوش طيب خليني نكمل لك. فلذلك واش دار عندما كان لم يصغ له؟ ومن بعد جات البيت الاخرى اللي تقول صرخه الاوطان من صدره. طيب ولكن عندما تقول هذا ربما مضطر هنا يقفز السؤال، حتى وانت تقول ربما انه هناك شحن ضد بن فليس، يعني انت تقول انه هناك انتخابات، بن فليس نفس الشيء 2004 وكان يعرف الانتخابات يعني اذا ترشح فيها بوتفليقه وان كان ربما مدعوما من جهه في السلطه. حيوه نفس الشيء تكرر في 2014. حيوه على الشجاعه نتاعو من فضلكم حيوه. طيب جمال حيوه. باش النوف عنده راي اخر يعني هو يقول بانه هذا كله بالعكس يعني يدخل في صالح يعني لعب السلطه ومن دخل في لعبها بالعكس هو يعني عطل الانتقال الديمقراطي وأطال في عمر النظام. هذا ما تقوله جمال. أنا ما نروحش حتى لهذا الحد، ما نقولش باللي سيدي بن فليس دخل في لعبة نتاع النظام يعني ثم لربما نشوهوه ونظلموه لما نقولوا هكا، ولكن نظن باللي خلى الطموح نتاعو غيبت له يعني الطاقة تاعو الفكرية اللي تخليه واللي شغل ما يعرفش النظام، هو اللي جاي من النظام ويعرف النظام من الداخل. ما نظنش يعني دارها باش يعاون النظام، ولكن بصفه يعني موضوعيه عاون النظام شغل بين هالانتخابات كلي انتخابات شرعيه وفيها تنافس وفيها احزاب وفيها شخصيات وفيها حملات انتخابيه. الوغ كو السيد بوتفليقه اللي كان في لي طابلات باش يخرج ما فيها حتى شك،
ما دارش حتى الحمله الانتخابيه نتاعو. انا كون جيت في بلاصه بن فليس نقول لهم انا ما نجمش ندير حمله انتخابيه مع شبح، جيبوه لهنا ينطق مع الشعب، جيبوه ينطق كلمه كلمتين، ما نديرش انا مع باور بروكيراسيون يجيني سلال وفلان وطارتون بيون. سلال بن فليس اسمح لي دخل في اللعبه تاعهم، ثم رغم عنو عاونهم، عاونهم بلا ما بغى يعاونهم. ينضم الينا الان عبر الهاتف من الجزائر مقرنية العربي المحامي والسياسي الجزائري. استاذ مقرنية العربي، ما رايك فيها فيما يبدو من انفتاح، خطاب انفتاحي تصالحي حتى من المنتشين بفوزهم بعهده رابعه لبوتفليقه، بوتفليقه يدعو الى دستور توافقي تشارك فيه المعارضه، وسلال يتحدث ايضا لغه تختلف عن خطاب الحمله الانتخابيه، سيتم العمل مع الجميع ودون اقصاء. مساء الخير. مساء النور. قبل ان نبحث عن ما تريده السلطه ينبغي ان نعرف ماذا تريده المعارضه، وماذا يريد المجتمع المدني والشخصيات الفاعله في المجتمع. لان يعني خلال الستة اشهر الاخيره سمعنا بيانات وقرانا تصريحات وسمعنا في مهرجانات، وخاصه خلال الحمله الانتخابيه، ان الاحزاب والشخصيات تضرب في كل الاتجاهات، والسلطه في اتجاه المخالف تماما لما ترمي إليه الأحزاب. خطاب الرئيس عند أداء اليمين المنشور اطلعت عليه وقرأته، ولكن الخطاب يبقى خطاب والوعود تبقى وعود، وعلى الطبقة السياسية أن تكون حذرة من الوعود، لأن خلال الحملات الانتخابية الجميع يعي، ولا أحد يوفي بوعوده، ليس في الجزائر فحسب، ولكن هذه هي مسألة الانتخابات. فلنكون عمليين ونستنتج الآن ما وصلت إليه السلطة وما وصلت إليه المعارضة. أعتقد أن السلطة فهمت إلى حد ما أن ما حدث قبل الانتخابات والتخطيطات الموجودة قبل الانتخابات لا يمكن أن تسوق اليوم، لا على الصعيد الداخلي ولا على الصعيد الخارجي. فخطاب الرئيس يوم 15 أفريل 2011 كان يقول أنه سيكلف لجنة من خبراء بعد الاستماع إلى الأحزاب وبعض الشخصيات بإعداد مسودة للدستور، ويضيف وهذا مهم جدا، قال سأنظر في هذه الوثيقة وسأخذ ما يفيد المجتمع الجزائري وسأقوم إما باستفتاء أو بعرضه على البرلمان. معنى ذلك أن التعديل الدستوري بصيغة 2011 كان الرئيس يريد أن يعدل الدستور كما يشاء، وهو الذي يرى ما يفيد المجتمع وما لا يفيده. أما خطاب الأمس يتحدث عن الدستور التوافقي، قد يكون قد عدل عن الفكرة الأولى، لا حبا في المعارضة والمجتمع المدني، ولكن وضعية اليوم تقتضي ذلك، لأن هناك شبه إجماع في الطبقة السياسية تتحدث عن دستور توافقي، وإن أراد الرئيس تمرير الدستور كما أراد سنة 2011 لا يمكن أن يمر. هذا جانب. الجانب الثاني كان على كل من ينشط خارج السلطة أن يكون هناك لقاء، بل لقاءات، وأن يكون هناك حوار، وأن تكون هناك خريطة طريق، ولكن قبل كل ذلك لا بد من تحديد الأهداف. ماذا تريد المعارضة؟ ماذا تريد السلطة؟ إن كانت هناك قواسم مشتركة يمكن للسلطة والمعارضة أن تعمل مع بعض لتجسيد بعض الأهداف وللوصول إلى نوع من الوفاق حول نقاط معينة. كذلك في خطاب الرئيس يمكن أن نفهم أنه قد شعر أن ما يسمى بإصلاح الرئيس قد فشل، وأن القوانين التي خرجت في إطار الإصلاحات قيدت الحريات والحقوق أكثر من الحقوق السابقة، وهذا ما جعله بالأمس يتحدث عن فتح ورشة الإصلاحات من جديد. ومن ثم عاد الطبقة السياسية
على المعارضة ولو أنها ضعيفة، على الشخصيات الفاعلة في المجتمع، على كل من يريد التغيير السلمي ربما أن يستغل هذه الفرصة ونبحث مع بعض للتوصل إلى اتفاق قصد التغيير السلمي. ولكن هناك مبادرات، هناك تنسيقية الانتقال الديمقراطي، هناك قطب التغيير الآن السيد العلي بفليس، هناك مبادرات أخرى، التحالف من أجل التغيير، هناك مبادرة لك شخصية أستاذ مقرنية العربي، هل هذه المبادرات كلها ظاهرة صحية تخدم هذا يعني تقوية المعارضة، أم بالعكس ربما كثرة المبادرات تضعف صف المعارضة؟ أنا أرى أن كل هذه المبادرات ينبغي أن تنصب في مبادرة واحدة، وأن يلتقي كل المبادرين حول الطاولة لننظر مع بعض ما هي نقاط المبادرة، ماذا يقترح الجميع، وأعتقد أن كل هذه المبادرات يمكن أن نجد فيها قواسم مشتركة. ولكن إذا ذهب كل فريق وكل شخصية وكل شخص بمبادرته ويقول إن لم يتم تفعيل هذه المبادرة لن يشارك في أي نشاط سياسي سلمي، فأعتقد أن المسألة ستتعثر وأن السلطة ستجد المجال لتقوم بإعداد الدستور كما تشاء وتمرر الدستور كما تشاء كما فعلت من قبل. إذا ينبغي أن تصبح كل هذه المبادرات بعد نقاش وحوار عبارة عن مبادرة واحدة. طيب، لكن في مقابل بركات تقول بأنه هناك دستور يعني حالي وهناك مادة لم تطبق بالنسبة لبركات، وحتى هذا الكلام كان أيضا يعني برز في دعوات كثيرة قبل الانتخابات، وعادت بركات اليوم طرحوا الواجهة موضوع المادة 88 من الدستور، وأنت طبعا يعني لن نجد أفضل منك في هذا الموضوع، ما رأيك في هذه الدعوة من بركات؟ أنا لا أعلق على الدعوات ولا أعلق على تصريحات أشخاص، فأنا أعلق على برامج وأنا أعلق على مبادرات واضحة ترمي إلى خدمة المستقبل، ترمي إلى الوصول إلى الخروج من الأزمة التي يعيشها الجميع، لنذهب إلى مستقبل ديمقراطي تحترم فيه الحقوق والحريات. و مثل هذه المبادرات وهناك مبادرات أخرى يمكن أن تعرقل العمل السياسي، فما دام الآن هناك رغبة من طرف السلطة، على الأقل رغبة ظاهرة في الخطاب، وهناك رغبة من طرف المعارضة والقوى السياسية من أجل العمل معا قصد تفعيل ما يسمى بالتحول الديمقراطي السلمي، ينبغي أن نترك جانبا كل ما يمكن أن يعرقل هذه المبادرات. طيب، ولكن يعني أليس ما تقوله يعني بركات ما تدعوه يعني ربما في صميم الانتقال الديمقراطي؟ يعني لم أقول هذا الكلام، قلت فقط لا أعلق على مجرد تصريحات. طيب، أريد أن أرى وثائق مكتوبة. طيب، أنت الخبير الدستوري بالنسبة لبركات، تقول أنه كل نظر الحالة الصحية للرئيس التي بانت في الانتخاب أثناء لما أدى الاختراع وأيضا لما أدى اليمين الدستوري أمس، يعني كل شروط تتوفر بنظر الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة لتطبيق المادة 88 من الدستور، يعني بعيدا عن بركات، ما رأيك في هذا الكلام؟ لا، أنا مرة أخرى لا يمكن أن أعلق على مثل هذا الكلام، لأن هذا الكلام قيل مدة 6 أشهر، والحديث والحوار يدور حول صحة الرئيس، الحركة اليد اليمنى، وهل فتح العين اليسرى، وكم من شعر بقيت فوق رأسه، وما هي سرعة كرسيه عندما يتنقل، كما كأن البعض كان ينتظر بالأمس أن الرئيس سيذهب إلى قصر الأمم على الدراجة ليؤدي اليمين. كل هذه الأمور معروفة عند الجميع، والبغي اليوم أن ننظر إلى الأمام ماذا يمكن أن نفعل خلال الأشهر القادمة لنخرج من هذه الأزمة. شكرا جزيلا لك أستاذ مقرنية العربي المحامي والناشط السياسي جمال الدين مشنوف، ما رايك في الاستاذ مقرنية العربي يقول انه ربما يعني لا يريد التعليق على هذه الدعوه من بركات، ويعني سبقتها قبل بركات سبقها كثيرون الى تفعيل هذه الماده 88 من الدستور. هذه مش غير بركات اللي تقولها، جميع مواطن جزائري اللي شاعر بالحقوق الدستوريه نتاعو، خاطرش هذه حقوق دستوريه لشعب كامل باكمله. الماده 88 قائمه، والحالة الصحية تاع الرئيس بوتفليقة باينة ظاهرة لكل المواطنين.
حنا درك ماناش طب مثلا نقولوا مريض ولا مش مريض، ولكن من الواجب الدستوري تاع الكونسي كونسيونال تاع المجلس الدستوري انه يعين نفسه باش يعين بدوره يعين لجنه طبيه متكونه من بروفيسورات وميدسين ويعطيوه يقولوا له ولو احنا كلنا لاحظنا بلي هو مريض بلي ما يجمش يتحدث ما يجمش يهضر ما يجمش يمشي من يجمش حتى يقرا ورقه اللي باش يقراها كاتبين له جمله واحده في ورقه كامله. من الواجب تاع مجلس الدستوري تاع سي هذا مدلسي انه يعين اليوم كما كان واجب عليه انه يعين البارح الامس قبل الانتخابات اللجنه باش تقول لنا هذا الرئيس هذا مريض ولا مش مريض، مش واعره. واذا هما متيقنين باللي مش مريض لا تحلم هنا ربما مثل ما كان يحلم مصطفى حموده بامكانيه فوز السيد علي بن فليس. انا بالي هذا الشيء ما يجراش، على بالي باللي ما تصراش خاطرش مدلسي وقتها داروه مدلسي داروه لما دار دوزيام افيسي تاع لا ديفيسي الثاني تاع بوتفليقه عينوه رئيس للمجلس الدستوري. علاه؟ باش يحسنوا على رواحهم باش ما تطبقش هذه الماده، ولكن لازم نقولوها وقد ما نقولوها ما قلناهاش بقوه، لازم نقولوها بقوه. الرئيس هذا لازم تطبق عليه الماده 88 تاع الدستور، واذا ما طبقناهاش عليه واذا الشعب الجزائري كمل اسكت يسمى الشعب الجزائري باكمله شارك في هذا لا فورفيتور في هذا الخيانه. مقابل الاستاذ مقراني العربي يقول بانه يعني هذا ربما ليس ما مجاله الآن، هناك فيما يبدو انفتاح من السلطة يجب ربما الاستغلال هذه الفرصة بضغط من المعارضة وتحقيق هذا الانتقال الديمقراطي. أنا كما سي مقرنة العربي ما حبش يعلق عن هذه القضية، كما أنا مانيش حاب نعلق وش ما حبش يعلق هو. هذه خطرك شيء من حقه الأستاذ المحترم وأنا نحترمه بزاف يدير السياسة لربما حب يجيها من جانب لما يعقدش الأمور، ولكن أنا نقول باللي هذا غلط. لازم لكل الرجال والنساء تاع هذه البلاد تطلب بقوة تطبيق الحالي ضرك مش غدوة تاع المادة 88. ما رأيك مصطفى حمود؟ نجي برك بين قوسين كلمة صغيرة اللي قالك الأستاذ جمال، باللي انا مانيش طبيب بذلك ما نقدرش نقول اذا الرئيس مريض ولا ماهوش مريض. نقولوا تنجم خويا جمال تقول باللي مريض ولا ماهوش، خاطر ماكش واحد العام قال لنا واحد الطبيب اللي تعرفوا الجزائر كل الدكتور مامي قال لنا باللي الرئيس راه لاباس عليه، دونك كلنا نقدروا نقولوا اذا الرئيس راهو مريض ولا ماهوش مريض. والحاله اللي شفناها فيها يوم اداء اليمين الدستوريه الرجل مريض متعب في حاله، يعني كنا نتمنى ان نشوف بوتفليقه في الزي اللي كنا نعرفوه من الأقبل. نرجع من الأستاذ العربي اللي يتكلم، يعني ما بغاش يعلق كما قال لك الأخ جمال رايح يعني ما يغضب لا هذا ولا هذا. نرجع لليمين الدستورية اللي تقول جاء وقف وهو مريض ويقول لنا وفاء لأرواح الشهداء الكبرى. معليش قاعد مع جون كيري وقف. معليش ويقول لك أن أحترم الدين الإسلامي وأقدسه. تحترموا اليوم ولا احترمتوا 15 سنة قبل؟ كيف نحترم الدين الإسلامي ونقدسه؟ واش هو احترام الدين الإسلامي طبقا للدستور نتاعنا؟ نهار العيد تجيو أعضاء الحكومة لابسين الكوستيمات ويصليوا صلاة العيد، صلاة القيات. نهار ليلة المولد يجيونا نفس الشيء نشوفوهم في التلفزيون مع الإنسان يقرأ. هذا هو احترام الدين. يقول ثاني هنا ودافع على الدستور، هذا الصوت نتاع اللي يحلف عليه ودافع على الدستور. الدستور نتاعنا 15 سنه الاخرى هذه خذا طريحه نتاع الكفر، واحد ما دافع عليه ولا الرئيس ولا كما قال يقول لك الاخ جمال ولا احنا الشعب ولا الحكومه. فلذلك هذو جوج خطأنا فيهم. يعني انت تشير هنا الى 2008 وتعديل الدستور. معليش الانسان كما طبقش هذو هو صحيح، كيف راه يطبقهم وهو مريض؟ اين كانت الطبقه السياسيه؟ اين كان سيد علي بن فليس مثلا الذي غابوا عندما تم تعديل الدستور مثلا؟ يعني لا الامر مطروح، يعني الامر مطروح. بن فليس ماهوش في الحكم، بن فليس كان جزائري كما كل الجزائريين. اذا سكتنا احنا وحنا نلام، حتى بن فليس سكت ويلام كما نتلبسوا على كلنا، وتكلم كانه رئيس متوازي يعني اون باراليل مع رئيس. لا، في العشر سنوات اللي جات كان جزائري كما انت وانا.
ولكن الناس اللي كانت لازم تنوض ما نضش. نزيد لك وأدافع عن الدستور، قلنا الدستور ما تدافعش عليه، وأسعى من أجل تدعيم المسار الديمقراطي. كانت ديمقراطية، ديمقراطية الفيترينة، جيب أربع أحزاب سلكهم كما قلت قبيلت ويقولوا واش بغيت أنت، وين هي المعارضة؟ هل ينطبق هذا الآن على هذه المعارضة الآن بما فيها قطب التغيير لسيد علي بن فليس مثلا؟ ولكن معارضة الفيترينة أنا أقدر نأكد لك، لأن أنا إن شاء الله ممكن نكون في حزب علي بن فليس إن شاء الله، نقدر ناكد لك باللي راح يكون حزب معارضه نتاع صح. يوم يكسرش الحيوط انا نخرج منه الغدوه هذه، كي نقول يكسر الحيوط سلميا وبذكاء وبتهذيب، مانيش نقول لك حرب، راح يوقف صح ويدير معارضه حقيقيه، وهذه هي المعارضه اللي ينتظرها الشعب الجزائري، وان شاء الله تكون هذه هي المعارضه اللي تلغي كل ما شفناه. جمال الدين مرة، شوف انا بالنسبه لي انا كيما نشوف انا في الأمور السياسية، أولا معارضة ما كانش، باش نتفهموا مليح، لحد الآن كاين مبادرات حقيقة لازم نسجعوها، ولكن معارضة ما كانش. المعارضة كانت كي كان لفافاس في المعارضة، كي كان يخرج مليون في الشوارع. المعارضة كانت لما كان الفيس، لما كان يخرج مليون ناس عما في الخارج في الـ في الـ في الساحة. المعارضة كانت لما لامسي بي تاع تاسفويت إيمازيغان برينتون بربار يخرجوا مئات الآلاف في الشارع. اليوم أنا نتحدى أي قطب كاين باش يخرج، أي حزب أي قوة تخرج 10,000 تاع الناس بصفة سلمية. اليوم كاين قطب يقال عنه وطني أرندي وفلن، هذا مع النظام، وما نظلموهمش لما نقولوا هذا باسكو حقيقه تلاحظ كل يوم. كاين قطب يقولوا علماني، باش ما نقولوش لايكيه، هذه مليحه تصلح خير يفوت تفوت علماني، اللي باقي افتراضي ما تبلورش في الميدان ولكن موجود. وكاين قطب اسلامي، ما نتكلمش على الاسلاميين تاع اللي يعلفوا مع النظام، كلمة الإسلاميين اللي في قلبهم حقيقة حلم سياسي، كما نتكلم عن القطب العلماني اللي في قلبهم حلم سياسي. طيب ولكن ألا يبدو أن هناك تغير في المعارضة؟ يعني الآن هذه مسألة خاصة القطب اللايكي والعلماني يلتقي الآن مع الإسلاميين الأرشيدي، مع الأحزاب الإسلامية مثلا، التحالف من أجل التغيير، قيادين سابقين أسماء مرتبطة بالفيس أنور هدام ومراد دينا، مع قيادين سابقين في الأفافاس مثلا، ومع وزير سابق بالطبع حيدوسي. وهذا شيء خلينا نتفائل جدا. أنا عجبتني المبادرة هذه بزاف، بالأخص لما ناس إسلاميين معروفين كانوا في الفيس في قيادة تاع الفيس، وناس كانوا في قيادة تاع الأفافاس، وناس أخرين من جماعة حمروش وجماعة من لا سوسيتي سيفيل كما يقولوا، تلاقاو وداروا نداء ويطلبوا من الناس كل تلتحق بهم. هذا شيء بشر بالخير، ولكن لازم يتبلور في الميدان، ولازم ناس اللي تقدر غدوه تجند، يعني جن لما نقول جند موبيليزاسيون، تجند بصفه سلميه مئات الالاف تاع الجزائريين اللي يخرجوا للساحه باش يطالبوا بحقوقهم الشرعيه، مش نخرج نكسر لاميري ولا نشعل البنو في نص الطريق ولا نكسر الفيترينه تاع التاجر. هذه هي الشيء اللي لازم نروحوا له. دعنا ناخذ الان فاصل قصير ثم نعود مشاهدينا الكرام لمتابعه النقاش، فاصل ثم نعود. موضوع تعيل المنصب نائب الرئيس، ما نظنش، نظن هذا هو الخطر اللي راهو جاينا في الطريق. ما يحبش يقول بلي راح يديروا سلال، ما نعرفش شكون راح يديروا، ما على بالناش، لا ربما يديروا سعيد بوتفليقه، علاش لا؟ مادام داروا سي عبد العزيز بوتفليقه رئيس، لماذا ما يديروش خوه فيس بريزيدون؟ واش يعطل؟ هذا تحليل قالوا يعني واحد من ابرز المحللين
عالم الاجتماع السياسي الجزائري ناصر جابي في حوار مع الوطن قال بأنه ربما المطروح الآن هو توريث، مع أنه البعض قال بأنه ربما قد يكون كلام مبالغ فيه، وأنه ناصر جابي يقول طبيعة الرئيس بوتفليقة لا يقبل بنائب للرئيس. يعني مش مؤهل. أنا نشفى على في الحملة الانتخابية سلال هز يديه في السماء قال كيف ما نجعلش في هذا السيد ملك، هو واحد بيقول ملك، كيف ما نديروش ملك؟ لا، مع هذا النظام كلش ممكن. وش أنا الشيء اللي مخوفني؟ اولا انا مادام هذه القضيه تاع نائب الرئيس هي في مطروحه، اولا علاه ما داروش انتخاب اللي فيه الراي كيما يديروا الامريكان التيكت، الرئيس والنائب نتاعو ينتخبوا، مادام راح معولين يبدلوا الدستور بهذه الصفه هذه يكون بدلوها قبل الانتخابات باش الشعب ينتخب الرئيس والنائب نتاعو. هما لا يفوتوا هذا الرئيس اللي هما اللي قرروا باسمه، ثم يطلب راح يعينوا نائب رئيس باسمه. وش الشيء اللي راه مخوفني انا واللي راني شاك فيه هو انه في التعديل الدستوري اللي راهم يوجدوا فيه راهم يطبخوا فيه، مخوفني لا يديروا في حاله وفاه الرئيس مش نائب مش رئيس البرلمان اللي يخلفوا مدة 45 يوم رئيس مجلس الأمة حسب الدستور الحالي، مجلس الأمة اللي يخلفوا الوقت اللي باش يوجد الانتخابات. أنا خايف اللي يديروا باللي نائب الرئيس هو اللي يخلف الرئيس، ولكن لكل العهدة اللي ما زلت pour le reste du mandat initial. أنا هذه كون يديروها ما تخلعنيش، سيجي في السياق تاع الشيء اللي راهم يديروا فيه. ما رايك هل تشاطر هذا المخاوف؟ شاطر هذه هي تبان لي، هذه هي الخطه، ما عندهم خطه اخرى. ما عند في حاله يعني الحاله نتاع الرئيس الحاليه حالته الصحيه الحاليه تخلي غير هذا السيناريو، غير هذا السيناريو فقط. وحاجه اخرى اللي حبيت نلح اليها، درك احنا الرئيس انا شفناه الكل، انا شفناه نعرفوش، ما نجمش يقرا، ما نقولوش هو مريض مادام الدستور ما يسمحلناش حنا نقولوا هو مريض، لازم اللجنه الطبيه هي اللي تقول، معليش. ولكن السؤال الكبير هو شكون اللي راهو درك يحكم بالجزائر؟ شكون هذ الناس؟ سعيد بوتفليقه ما فيهاش الشك، قايد صالح ما فيهاش الشك، توفيق ما فيهاش الشك، 50 ولا 60 جنرالات اللي دايرين بهم تاع القياده العليا للجيش ما فيهاش الشك، ولكن ما كانش ثاني قوه اجنبيه في اللعبه؟ سنعود لهذا ربما، خاصة الموضوع العامل الخارجي. جمال الدين بشنوف ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من الجزائر دكتور عبد الرزاق مقري رئيس حركة حمص. دكتور مقري، ما رأيك فيما بدأ خطاب تصالحي بين قوسين انفتاحي من الرئيس بوتفليقة ومن أنصار العهد الرابعة الوزير الأول عبد الملك سلال، وأيضا من كانوا يسمونه حتى وكلاء العهدة الرابعة الذين نشطوا نيابة عن بوتفليقة الحملة الانتخابية، وهذه هذا الجزر الكثير لكم للمعارضة؟ وهل أولا تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله لكم وللمشاهدين. هل في ذلك عجب؟ يعني هو هذا الخطاب التصالحي الاستيعابي معروف لدى السلطات الجزائرية، كلما يشعرون بالخطر يتحدثون ويقدمون خطاب تصالحي ومشاريع تصالحية، ولكن لما يغيب الضغط يكونون أوفياء لسلوكهم ولذهنيتهم، وهو إفراغ كل ما يقولونه من محتوى، يحاولون في كل مرة أن يستوعبوا مطالب المعارضة من أجل إفراغها يعني من محتواها وليس من أجل تجسيدها. ثم بعد ذلك هناك مشكل أساسي يعني في الجزائر، مشكل الثقة وفقدان المصداقية. المعارضة وكذلك الجزء الكبير من الشعب الجزائري لا يثق فيما تعد به السلطات، ولا يوجد مصداقية لكلامهم ولوعودهم، لأننا جربنا في كل مرة الكثير من الشخصيات المعارضة اليوم وكثير من الأحزاب الموجودة اليوم في المعارضة، أغلبها شارك مع هذه السلطة الحاكمة وحاولوا جميعا ربما أن يصلحوا من داخلها، ولكن اليوم لما ترون كل وجوه المعارضة كلها 90% منها كلها حاولت أن تصلح من
يعقل، ولكن الجميع اصبح مقتنعا الان بانه لا جدوى من ذلك، ولا بد من انتقال ديمقراطي حقيقي، وهذا هو مشروع التنسيقيه لاجل حريه الانتقال الديمقراطي، حتى يكون انتقال ديمقراطي حقيقي بتشارك كل الجزائريين، وليس مجرد وعود ومجرد يعني مجرد وعود ممنوحه ليست لها مصداقيه ولم تعرف طريقها الى 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 الحقيقه. ثم بعد ذلك المشكل في الجزائر في الحقيقه ليس مشكل النصوص فقط، المشكل في الجزائر ان هناك نصوص لا تطبق، هناك قانون جمعيات ينص على ان كل جزائري يستطيع ان يؤسس جمعيه، وانه اذا ما اودع ملفا ياخذ وصل الايداع، اليوم الذي يريد ان يؤسس جمعيه يصعب عليه ان يجد موعدا في وزاره الداخليه وان يجد المكان الذي يودع فيه الملف، واذا ما اودع الملف لا ياخذ الاستماره لا ياخذ وصل الاستلام. هناك وعود ليست لها مصداقيه، هناك قوانين ونصوص تشريعيه لا تطبق على ارض الواقع. وبالنسبه دكتور لو سمحت، بالنسبه للقوانين بركات تقول انه يعني بالنسبه ليها يعني التحرك العملي هو تطبيق القوانين، وبينها الدستور الماده 88 ربما تابعت اليوم حتى انتقال وفد من بركات للمجلس الدستوري، وان لم يتم استقبالهم وطلب منهم ارسال دعوتهم او رسالتهم للمجلس الدستوري وهم نشروها، يعني دعوا الى تطبيق الماده 88 من الدستور، ما رايكم في هذا؟ والله هذا الدعوه لتطبيق الماده 88 تقدمت بها العديد من الاحزاب ومن الشخصيات، ومن حق اي حزب سياسي ومن حق اي شخصيه ومن حق اي مواطن ان يطالب بتطبيق الدستور، هذه الماده موجوده في الدستور والذي يطالب بها فهو في الحقيقه استعمل حقه الدستوري ولا حرج في ذلك. طيب هل تشاطرونهم انه ربما بالنسبه للبركات وكثيرون ربما انه هذا هو ربما الحل بالنظر للوضع الصحي للرئيس بركات، واخرون يقولون صحف الجزائر اليوم تجمع انه بدا انه الرئيس ما زالت الاسئله مطروحه حول وضعه الصحي بعد ادائه اليمين الدستوريه وخطابه القصير. نحن لن نريد ان ندخل في وهم اخر بعدما حاول البعض ان يدخلنا في وهم الانتخابات، وان هذه الانتخابات يمكن ان تكون فيها منافسه وان يمكن ان ينجح شخص اخر غير بوتفليقه، وتاكد بان هذا وهم كبير. الحديث عن الماده 88 هب ان رئيس هذا الرئيس الحالي رئيس بوتفليقه ابعد عن مكانه بحكم الماده 88، هل هذا معنى اننا خرجنا من الوضع المزري الذي نحن فيه؟ يمكن ان الذين ينصبون الرؤساء ان يتفقون على تتويج رئيس اخر بطرق غير ديمقراطيه، بطرق غير شفافه، بعيده عن اراده الجماهير، ونجد انفسنا في نفس الواقع. اذا المشكل لا بد ان يحل من جذره، وهو الذهاب الى الديمقراطيه، الذهاب الى اراده الشعب، الذهاب الى اراده الجماهير، تنظيم انتخابات غير 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 مزوره. يعني لو كانت الانتخابات الرئيسيه السابقه غير مزوره وكانت تمثل فرصه للاصلاح والتغيير بدون الماده 88، لا يمكن للسيد عبد العزيز بوتفليقه ان يكون رئيسا لعهده رابعه. فالمشكل اذا اوسع واعم واعمق من هذا، وهي قضيه الاعتداء على اراده الجمهور واراده الشعب الجزائري، ولا بد من تغيير حقيقي، ولا بد من انتقال ديمقراطي يعطي الكلمه للشعب الجزائري. طيب كيف يمكن ذلك؟ يعني انتم دعوتم الى ندوه وطنيه الان. نحن مشروعنا واضح، مشروعنا نحن الان نعمل على توسيع جبهه المطالبه بالاصلاح والتغيير، توسيع جبهه المعارضه، ثم الذهاب الى ندوه الانتقال الديمقراطي بمشاركه واسعه من المعارضه، والاتفاق على مشروع سياسي من اجل الانتقال الديمقراطي، ثم يتم عرضه على السلطه الحاكمه، فان قبلت هذا الذي نريد وهذا الذي نتمناه، وان لم تقبل فان المعارضه ستدخل في عمل سياسي متصاعد من اجل الضغط السلمي على السلطات حتى تقبل التغيير والاصلاح، فان لم تقبل وذهبت الجزائر الى المجهول بفعل فساد الحوكمه بسبب التبذير وبسبب الفساد وبسبب كذلك رهن الجزائر بالمحروقات، وهذا الذي لن يستمر طويلا، فان السلطات هي وحدها من يتحمل هذه المسؤوليه. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرزاق مقري رئيس حركه حمص، كنت معنا
عبر الهاتف من الجزائر أستاذ مصطفى حمودة، ما رأيك في كلام دكتور مقري؟ كل احترام اللي عندي للدكتور مقري، ولكن كما يقولون نلوم عليه أنه نقاطع ونلوم على كل المقاطعين. لذلك إذا كانت الحالة نتاع اليوم فعندهم يعني عندهم باع من المسؤولية في هذا النتيجة. يعني لو شاركوا يعني كل يعني أنت تلوم على كل الذين طرحوا الأسئلة بما فيهم جمال الدين طالب الذي طرح سؤالا حول اعتقاد سيد علي بن فليس بأن الانتخابات مفتوحة تلومه، تلوم الذين قطعوا الحزاب المعارضة. نعم. يعني في المقابل الواقع يقول المعارضة المعارضة كليناها وشربناها وعاودنا كليناها وشربناها وما عطات والو المقاطعة. فلذلك كنت نتمنى أن كل الأحزاب تتجند، حتى لو ما تجندتش وراء بمفليش تجود وتنجند وراء مترشح اللي ضد هذا النظام، كنا ممكن نأتي بنتيجة. فلذلك الإنسان اللي قاطع ما عنده حتى حق في الكلام. ما رأيك جمال الدين مشنوف وأنت من المقاطعين؟ رأيي أولا ما نحسبوش كل الناس اللي قاطعوا الانتخابات على حساب الناس اللي نادوا للمقاطعة، هذه أولا لازم كل واحد نعطيه حقه. ولكن نظن باللي لو كان ما كانتش المقاطعة كانت نسبة المشاركة كانت تكون 70 إلى 80%، وهذا يخدم النظام، وهذا ما كانش يمنع بوتفليقة أنه يخرج، ولا ربما يخرج أكثر من 82%، كان يخرج بالك 95%. المقاطعة هي الشيء الوحيد اللي كان نديروه، ولكن مقاطعة مش سلبية، مش أنا ما عندي ما ندير وما مخرجين ومخرجين وما راش، لا مقاطعة في الميدان ما نقاطعش ونتظاهر ونخرج للطريق ونقول ما نفوتيوش وعلاه ما نفوتيوش خاطرش الانتخابات مزوره. حتى النسب الرسميه مصطفى حمود التي اعلنتها السلطه والتي حتى سيد علي بن فليس شكك فيها اعطت 50%، نصف الشعب لم يصوت. سيد علي بن فليس يقول ربما 23% 26%، وهو يقول بانه 4 ملايين صوتوا لصالحه ومليونين لصالح بوتفليقة، 6 ملايين فقط جزائري صوت. كنت راه نتكلم لك على الأرقام لأن ما نشتيش الأرقام على كل حال، ولكن على 9.5 وأنا في المركز حملتنا الانتخابية ببن عكنون، قبل ما تنفخ الصناديق، قبل ما يهجم على الصناديق، ها واش عطاوني هنا؟ عطاوني 2.5 ملايين لبن فليس و1.2 مليون لبوتفليقة. والربع المترشحين الاخرى جابوا بيناتهم 800 ألف صوت و500 صوت 500 ألف صوت ملغي، نسبه الانتخابات ما عقبتش 23%. هذا الشيء اللي عطانا درك. وين الرسمي اللي قراه علينا سي بلعيج؟ ولا هذا السؤال يبقى مطروح. يعني حتى الارقام الرسميه تراجع في الانتخابات السابقه كانت 75% تقريبا نسبه المشاركه، الان يعني حتى وان نفخت بين قوسين وصلوا 50%. حتى يعني حتى وكي نحبوا نزوروا نحبوا نعطيوها يعني طريقه نتاع تزوير ذكيه، يعني لو حتى يعني حتى التزوير ما فيهش الذكاء. حتى الذين تلومهم الان لو شاركوا هؤلاء المقاطعين كان يمكن كانت الامور بالنسبه لهم، لهذا قاطعوا، هم عارفون بان الامور مفصوله وسيكون هناك تزوير. كما كان يقول لك الاخ سي جمال كي تقاطع ودير الحس هاك ما قطعتش، انا كنت نتمناهم ما يقاطعوش ويجيو يعاونونا نعسوا على الصناديق. هاوي كنت هاوي لانه كيجي على مره اخرى تجبروني على ان استحضر تصريحات السيد علي بن فليس. لا 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 انا عندي 60 ألف وسيراقبون الانتخابات وسيحرسون الانتخابات والصناديق. تحب نقول لك واش راهم بعدين بعد ذلك اعترفوا بالمشيره كتيب كيف جات الانتخابات، وهذاك راح يفضح كل حاجه. احنا عندنا ان بي في يعني محضر، هذا الشيء يعجبك الكلام نتكلم عليه، عندنا محضر فرغان بأبيض 1 2 3 4 فارغين ومسنين ماضيين فيه في 4، يعني كنا قادرين نخرجوا واحد، وهذا حقيقة عندي شفته ماهوش قالوا لي عليه. هذا تقدر الأول تكلم تسمي دوغول والثاني يخرج بومبيدو، كنا نقدروا نديروا واش مادام عندك محضر من هذا الشيء. فآلاف المحاضر كانت في هذاك نفس الشيء. طيب. وهذا يثبت يا خويا مصطفى باللي المشكل موش في مكتب الانتخابات تبعت 60 ألف يعسوا ولا 100 ألف ولا 200 ألف. البروبليم نو سي تروف با او نيفو دو لورن في الصندوق. المشكل تاع لافرود الكتورال سي او نيفو دي بي في، او نيفو دي كونسوليداسيون كومونال ولايال ناسيونال. ثم يلعبوا اللعبه نتاعهم. اما تقول لي لو كان شاركوا الناس وراحوا يعسوا بمكاتب وكذا ما كانوش يزوروا،
من المحال. كانوا يضغطوا على المزورين. ما يضغطوش، ما يضغطوش هذ الناس مادام عندهم الشجاعة الكافية والوقاحة الكافية باش يجيب لك إنسان مريض حابس بقالو نفس ويموت يديروه لك مترشح. لا واش يعطلوا باش يزور الانتخابات؟ يعني تحسب انت يعني يرجع روحه مهزله في العالم كامل باش المترشح تاعو ما يخرجش؟ هذه من المعال. كان مخرجوا له كان يكون واش يكون. وهذه وبالنسبه لك بن فليس بالعكس اعطاهم شرعيه. لا مش اعطاهم شرعيه، بصح دار غلطه سياسيه. لا لو كان ما شاركش في الانتخابات ولا لو كان جبد في الايام الاخرى كان يفضحهم اكثر. هو الشعب كل على باله باللي هذا النظام راح يخرج بوتفليقه ما يجيبوش كت. ولكن اذا سي علي بن فليس مشى معاهم ثم يقول لهم ايوه الشعب انا حبيت نخدمكم، انا حبيت ندير الواجب نتاعي الوطني، انا شفت روحي الانسان اللائق باش ندير لكم هذه الجزائر اللي تحلموا بها. ولكن للاسف الشديد هاكم تشوفوها اللصوص، هاكم تشوفوا العصابه هالمافيا القراطيه. يعني خاصه قبل 48 ساعه و 24 ساعة كان محل شيطنه. يعني كانوا يتهموه باتهامات خطيره. يقول لهم لا هاني نجبد وشه. لاحظوا باللي كاين تزوير وشهدوا باللي كاين تزوير، ولازم نقولوا لهم باللي هذه الانتخابات هذه مش راح تختم الامور. احنا من غدوه من نهار 18 نتجندوا باش نطلبوا بصفة سلمية ولكن بصفة وطنية للشعب كامل، نطلبوا منه يخرج للطريق باش يطلب من هذا النظام أن يذهب وأنه يكون تغيير جذري حقيقي. مصطفى كأنك لم تعرف أستاذ بن فليس، وأنا أدرك باللي تعرفه ممكن أحسن مني أنه صديق الوالد نتاعك. بن فليس ماهوش من الناس اللي يوليو وراه. بن فليس كيبقى باش جوستومون ينحي الشرعيه الانتخابات، لانه بدون بن فليس ما تزورش. نقول لك حاجه، يوم ما ترشحش بن فليس مبدئيا بوتفليقه ما كانش يترشح. هذا هو اللي نسميوه جيري بار لان، الحكم بالكراهيه. مادام بن فليس لازم نحبسوا بن فليس. مش كلهم بن فليس، مش كلهم بن فليس ما يكونش رئيس. بن فليس ما يكونش رئيس بكل الوسائل. يا مصطفى بكل الوسائل يا مصطفى، هو مش بوتفليقه اللي ترشح. بوتفليقه راهو رهين. بوتفليقه سيت النوتاج. بوتفليقة بالك كنت تسقسيه تقول له واسمك بالك ما يعرفش اسمه. شوف سامحني، ربما في هذا جمال الدين ربما الكثير يتفق انه ربما يعني العكس ما تقوله بالعكس. بوتفليقة هو الذي اراد العهد الرابع. هذه طبيعة الرئيس بوتفليقة، ويعتقد مثلما حتى من كتبوا يعني انه من جيل يعتقد نفسه انه خلق ولد ليحكم الجزائر. لا كان كما هك صح قبل ما يمرض لافيسي الاول نتاعو في 2005 نقص منه بزاف، ولكن بقى انسان واقف ويخمم ويفكر. ولكن لافيسي الاخر هذا ما بقاش. علاه داوه لي زانفاليد؟ علاه داوه من الفالدو غراس لي زانفاليد باش يعلموا له يهدر ثلاث دقائق في ارافا قدام اسبوع؟ قالوا لهم يقدر يقول جمله من بعد جمله لما كيما داروها له. تقول له جمله يعاودها، تقول له جمله في اذنه في لوريات يعاودها، بصح باش ينسق الافكار باش يسير الامور باش يعني. لكن السيد علي بن فليس الذي يستمع الى كلام السيد علي بن فليس ربما اطرح هذا الكلام في مؤتمر صحفي بعد قبل ايام، قال بانه بوتفليقه هو الذي قرر الانتخابات. يعني هو الذي قرر توزيع الحصص، اعطت بن فليس 12%، اعطى لويزا بن حنون برغم دفاعها المستميت عنه 1.% بعملين وكلام بن فليس يؤكد مقوله عماره بن يونس بانه عقل بوتفليقه يشتغل افضل من عقل الجميع. نظن باللي سي علي لما يتكلم هكذا لما يقول بوتفليقه يقرر بوتفليقه دار يعني الناس اللي ما وراء بوتفليقه. هو قال هو سماه بوتفليقه وانه هو بوتفليقه، انه قال حتى انه بوتفليقه رفض يعني الدوزيام تور يعني الدوره الثانيه. وهنا ربما يطرح سؤال يعني عن نقلا عن اطراف قالت هذا الكلام سيد علي بن فليس. كنت من الذين لا يؤمنون ولن يؤمنون ابدا ان راح يكون دور ثاني في الانتخابات الجزائريه وعلى الاقل على 200 سنه. لا عاد محال يقبل لك بوتفليقه يروح للدور، محال يقبل اقل من 80. ولكن كنت تقول بان بن فليس كان مره اخرى كنت تقول في هذا الاستوديو بن فليس قادر على ان يفوز بهذه الانتخابات. فاز بالانتخابات يا عباد الله، الانتخابات فاز بها. بن فليس هو الرئيس الشرعي، خليكم يا عباد الله. طيب بن فليس فاز بالانتخابات والشعب زكاه والشعب اعطاه الاصوات. درك
تطبخ حاجات اخرى في اماكن اخرى هذه كان بها لا. ولكن الشعب زك انا شفت درت معاه حوالي يعني فاز حتى لو فاز مثلا رسميا بالانتخابات 26% يعني 23% نسبة المشاركة، الأرقام الرسمية التي ذكرتها أنت يعني هذا تؤهل أن يكون رئيسا للجزائر. أنا نتكلم معك أنت السياسي، شيء ما يشرفش انتخابات اللي تربحها ب 23% ما عندها حتى معنى، لأنك 80 من الشعب ما انتقش، فلذلك ما هي إلا نتيجة رسمية يعني ما نقدروش نتخلاو عليها لأنه هذا واش قال الصندوق. فلذلك وصلوها ل 50% غير pour sauver la face كما يقولوا اللغه باللغه القديمه، فقط على بالهم باللي محال لعل وصلت 20 ولا 25%. ولكن ما دام جابوه كما كان يقول لك الاستاذ جمال في الكرسي هوش باش يبادلوه، محال رئيسنا وسيبقى رئيسنا حتى. ولكن حتى لماذا لا تؤمن انه ربما هناك من الجزائريين من يحبون بوتفليقه؟ نعم وصوتوا لصالح بوتفليقه، وربما بالعكس ربما يعني صوتوا ضد بنفليس خاصة لأنه علاش ضد بنفليس؟ بحسابات 2004 تمرد بين قوسين ما بقاش 2004 دخلنا للجديد. شوف كي تروح للتجمعات اللي دارهم بنفليس والله شيء ما يشبه يشبه الكذب. أنا ما كنتش نتخيل ونسمع واش صار، ما روحتش لأنت وشهور الساير تقول محال هذا يفوتوا عليه خمسة من الناس. ما خليني نعطيك مثال، مثلا تلميذ دير له الامتحان الأول لا دوفور سيرفي التمرين الأول ويجيب لك أربعة على 20، والثاني يجيب لك 3 على 20، والثالث يجيب لك كي يجيب لك في الامتحان 18 على 20، هذا الجو اللي عشناه طوال الحملة الانتخابية محال يكون اسمه أنارموني مع النتائج، محال محال محال، عشنا جو وين حملة الانتخابية تاع بوتفليقة كانت فاشلة وخاسرة، ربحناهم لا كومباني سول تيران ميدياتيك إلكترونيك كل يعني كانت وهذه يقولوها اسمه الصحف الخارجيه تقول لك باللي لا كومبان الحمله الانتخابيه تاع بنفليس كانت ناجحه من طيب واحد. ولكن الخارج الواقع العواصم الرسميه المؤسسات التي انتخبها هذه العواصم الغربيه الديمقراطيه هنأت بوتفليقه، ليس كذلك جمال الدين بن شنو؟ انا ما اسمع لي انا ما سمعتش اوباما هناه اوباما اللي عنده لي بلو كرون زانتيري تاع امريكا مو في الجزائر الى حدنا الان مازال ما هنا السفير الامريكي مازال في الجزائر. جون كيري بالعكس بوتفليقه في العهد قبله في العهد الاولى ما تهناش ما هناش امريكا ما هناش الرئيس وفي العهد هذه ما هنتوش فرنسا هنت فلذلك واحد التهنئه عندها قراءه كبيره لازم تتعمق معها. لست فيلسوف ولكن تعمق كيفاش تكلم مع كيفاش ما رايك جمال الدين؟ وحتى اذا يهنيوه اولا تهنئه بروتوكوليه فقط هذه اولا هذا الناس هذا ما 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 على بالهم لا فلان لا فلتان مش عارقين فيها طول. فرنسا انا سمعت باللي فرنسا اون سيغتان فرانس فرنسا تاع التحت تاع اللي راهي في الطابلو دو بور الجزائريه ما عجبهاش الحال بالارقام لموا عليهم قالوا لهم على بالنا باللي راح تخرجوا بوتفليقه وسجعنا لكم باش تخرجوا بوتفليقه ولكن احنا ما قلنا لكم باش تخرجوا ب 82% هذا الرقم هذا تسمى تاع ريبوبليك بانانيير. ثم الثانيه هذا الرقم تاع 12% اللي اعطيتوه لبنفليس تسمى علاه تهينوا الراجل اللي عنده اكبر شعبيه لكم للناس كل شافته شافوا لي ميتينغ نتاعو هو في الوقت وين الحمله الانتخابيه نتاعكم الناس يضربوكم بالكراسه وبالقرع وبالحجر ويسبوكم وبالطماطم وهما الحمله الانتخابيه تاع بنفليس ولو يعني مانيش ندافع عليه نظرة بصفه موضوعيه شافوها الفرنسيس شافوا عنده غشي كبير تخرجوه ب 12% الور نون سولمون ما تعرفوش تخدموا وتخليوا هذيك الكراهيه هذيك تقيدكم ثم ما عندكمش حتى الذكاء الكافي كون خرجتوا بوتفليقه ب 60% وسي بنفليس عطيتوه 30 35 كنت رجل بوتفليقه انت تذكر تصريحه لما قال انه اذا ما يعطينيش الشعب الجزائري 74% جيستيم كيلي اورو دون سون ميديوكريتي دون اكزاكتومون ابان جو لو ليس سا ميديوكريتي اي لوتر ديسكور الخطاب الاخر وين قال سي موا الجيري سي موا الراجل راح نقول لك مريض ولكن بنفليس قال بانه بوتفليقه هو الذي اراد هذه الارقام يعني هو الذي فرضها يعني
رغم كل الاسئله المطروحه ولا ولد عيسى. لا اني نعاود ناكد باللي انا على حسابي انا لما يقول بن فليس يتكلم على بوتفليقه راهو يتكلم عن النظام اللي تولى على الراهين بوتفليقه. طيب سؤال الوقت يضغط علينا مصطفى حموده، يعني انت طبعا يعني دعمت بن فليس في مسعاه ليكون رئيسا. الان تعتبر طبعا انه فائز، وهو قال انه الفائز بهذه الانتخابات الرئاسيه. الان هو في المعارضه، هل الدور الذي يعني ما لم يحققه بن فليس في مسعاه للرئاسه هل يمكن ان يحققه في المعارضه؟ خلي الوقت يقول لنا واش كاين. هو جاي ترقبوها، جايت حاجات باهيه اللي ما تعرفهاش الجزائر قبل، اللي عمره ما عرفتها الجزائر. كيف ذلك؟ ربما الجزائر الذين استمعوا نفس الخطاب من السيد علي بن فليس وانصاره في 2014. نعاود نرجع لك الجزائر منذ نشأتها منذ 62، باش ما نضرش بالرجال اللي قبل 62، ما عرفت معارضه حقيقيه، والمعارضه الحقيقيه نشأت وعلى راسها الاستاذ بن فليس وحوله رجال نظاف مخلصين يحبوا الجزائر، وما همش نتاع اسمه نتاع الدربيك ونتاع انجلترا. انا كنت نتمنى، يعني والله كنت نتمنى، ولكن معليش امنيتي ممكن فيه، كنت نتمنى ان الرئيس بن فليس يكون رئيس ونطلب منه فرد حاجه، نحي كلمه فخامته برك، ما تزيد تخلي حتى واحد يقول لك فخامته، نقولوا سيد الرئيس ولا سيد الرئيس. هذا الناس ربما، ولكن ربما بدات هذه برزت في 99 لما كان بن فليس مدير مكتب بوتفليقه، وبعد ذلك وزير او رئيس الحكومه. انا عاود نرجعوا لبن فليس، واقيلا عاد تخطبوا مره اخرى ويقول لك لا ما نمدلكش وما ناس رايحين نعطيوك بنت بن فليس وما عندوش بناتهم الزوجين. ما لا غير لا جديا، لا جديا، هذا سؤال موضوعي. ما نرجعش بن فليس في هذيك المرحله تكلم عليها وقال فيها كل شيء، عرفها الجزائر وفهمها بالتفصيل والسرى. ألا الذي يستمع إلى كلامك إذا كان ترى في السيد علي بن فليس يعني سيقود هذه المعارضة في الجزائر التي يعني أنت متفائل جدا بها وغير ربما مسار التاريخ، ألا ربما يسعد هذا النظام الذي يقول أنه خاصة أنصار بوتفليقة الذين فعلوا ما فعلوا في 2004 وفعلوا 2014 ربما يمدوا رجليهم ويرتاحوا ويقولوا خلاص من يقود المعارضة في الجزائر نحن سعداء وسيد علي بن فليس مع رجال، هو قائد رجال ومعاه رجال. هكذا ضحكت علينا فرنسا، قال لك 6 من الناس يخرجوا فرنسا على ما تمثلش على كل حال الوقت الحالي لفرنسا استغفر الله، ولكن رجال وفرسان معاه. جمال الدين ما رايك في الاخير؟ انا والله كون نصيب يعني سي بن فليس وجماعه الفيس وجماعه لفافاس اللي بقاو نظاف ما دخلوش في النظام، وجماعه هذ اللي راهم داروا المبادره هذه المباركه مبادرات المباركه، لا ما ينتظروش انه الشعب يروح لهم، يروحوا هما للشعب وينزلوا للشعب ويروحوا بالاخص للشبان ويمدوا الاولويه للمبادرات الشبانيه اللي راهي قاعده تبرز في الميدان بدون وسائل سون مويان بلي كلافيي، ويخرجوا للطريق ويضربوهم من لابوليس ويديروا يروحوا للجامعات. لازم هذه المبادرات السياسيه اللي حابة تتبلور كمعارضة حقيقية لأول مرة منذ المآساة اللي عرفناها من 92، أنه يروحوا كل مع بعضهم إسلاميين تقدميين علمانيين وطنيين ويعودوا ينظموا بعضهم البعض ويذهبوا إلى الشعب ويروحوا إلى الشباب ويحيوها إن شاء الله وترجع الكرامة على الجزائر إن شاء الله. شكرا جزيلا لك جمال الدين بشنوف الإعلامي ومصطفى حمودة، للأسف الوقت أدركنا. نكمل يعني بنشأة ولا لا نيسونس دو موفمون يسميوه رافض، زاد البارح 28 وراء السيريموني تاع لانستيتور. هذا الموفمون يسميه حركة رافض، ولكن رافض. هناك رفض، هناك حركة اسمها رفض. هذا رافض الآر، فيه رافض للرشوة في الآر، والآ عدالة التليفون، والآف للفساد، والأو للمحسوبية، والدي للظلمة، والآش للحقرة. رافض إن شاء الله نتمنى له الخير، وهذا إن شاء الله هذه الحركة تمشي إن شاء الله وتبني معنا الجزائر إن شاء الله. شكرا لك مصطفى حمودة الأكاديمي، شكر طبعا مرة أخرى لجمال الدين بشنوف.
وشكرا دائما لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، على اختيار قناتنا. مني ومن كل فريق البرنامج أجمل التحايا، إلى اللقاء. شكرا لك. شكرا.